بدون مقدمة. يلا يا لا تعيد لا تعيد ابدا اعطيهم المقدمة عليها. يلا واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سموكر من قناة بوتو جيمر. اليوم يا شباب راح نلعب لعبة جراني آن وبوتو، راح نختمها على طريقتنا الخاصة. يلا بوتو جاهز؟ لا هاد راح اطلع انا. وين لو يلا اللاعب كان مش من واحد باوة حسنا احنا مو للافة لازم نكتل اقران. لا يا غبي وين اقران جيبوا اليوم وين تل جيبوا وين اقران مدرين ما بيه خاف اقران ها موجودة شنو ما بيه تنزل جوا السيارة دوز لازم تركب من اللقحة عشان اخباخ في قاعد يطلع من السيارة. هاي قراني خليه تركب وراي. تعال تعال هدي تعال تروي 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 لا خلص وصبا قد هفست عليك التيم. تعال لقيت المفتاح مو السلاح قاعد العب شدي يا ورد وياه تعال ولك وفيت علقيت ولك وطف قلت لك من بعيد فازت عليك لك قلت لك من بعيد شو لقيت صفنت يومه يومه شين هاي قعت على القعت فز عدت اللافا اجيت مادت موجود لافو لا صدق شو ما تصعد لافو قاعد تصعد لافو قاعد تصعد راح تجيك اللافو ابن ام هذا تجي اللافو غير انا مختم اللعبه بس ما ادري كم مره اقول لي شو اسمه عبرة السيارة قاعد تصعد هذا الدرج اللي يوديك على السيارة تصعد بس خلنا ناخذ السلاح والطلقة مثل عيد قاعد ترقص ركض طلقة يا غبي خدت الطلقة وين اللاوة يما خدنا السلاح والطلقة خدنا السلاح سؤال قراني اذا تموت في اللاوة تموت ما تقتلت هي لا هي اقتلت سؤال اللافا توصل للا اريد افهم صار شلون وات ذا فوك وات انت بدت مش من احترق بيت باختصار مشوي فوتو مشوي على الفحم يا زحير باللافا هو اللافا فحم باللافا وين جراني حتى اللافا محمضة سلاح هذا يلا السلام عليكم كما ذكرت سلاح اي مالي كان اختصاص قتل كرونا شزم كرونا اللافا رجعت نزلت مو تعاي ترن 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 لك شون اي ماتت ماتت لقد دخلت بالقاء والنبطة خدت بزقف والله برجعت على قراني الطلقة شنو قلت غريب شو ما اقدر اخذ الطلقة ليش
اقعد وعندك كم طلب يصورني يصورني قاعد يدور طلقة يعني خاف النور خاف طلقة ناقلت ليش قصات صار فيك ولا قل لابا ايش القاعدة وانت الناس يا ابو فاضي ادري لا وشلون طبقت بيت قران والبيت ما قدرت يقول لك قانون الفيزياء يمشي على الحياة مو صح؟ لا غلط غلط الله احترق ولا تجينا اللافا ولك اللافا 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 خراب صعد متى تاني؟ متى؟ ولازلت افتح الباب سادي الباب علي على اخر لحظة على اخر لحظة يبو تعرف شو اللي هننزل بالدار اذا لابا اليوخ الجراند قال لي جت قدامي اقول لك انا صعد بسطح بسطح اقول لك شو اللي هننزل اختفت جروني فوق جروني اختفت لا صد خوي قلت يا جروني بس جوه ولا شوي رجمنت فوق لا الكعبة مو تحترق ايش بيك اذا تحترق غرفة ضربت شوف وين ضربته اخر اخر السيارة دك مش طلق خرب خرب قتا خرب يا وضع دك خرب عامد لازم اخاف من هنا طلق واقف اخاف من هنا بخر شلون اخاف من هنا طلق بسرعة وين؟ دراني ما اقدر اصعد قرانه بالطريق لا لقى قرانه بالطريق وصار على الدرج بسرعة بسرعة شو؟ خرعي سهل ولي شوخري لقى قرانه قرانه صار على الدرج ما اقدر افوت انا خيرا فتت جيب السهم جيب السهم بالكتاب هذا يأخذكم وريدي أنا راح انتحر أيست من الحياة راح انتحر راح أموتين بيبا هي الصمس وي من قاحة لك احنا جابتنا من جابتنا 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 شلون يقولوها جابتنا بس لازم ننزل الكوبل هنا عين كابوت الاكل مع العصفورة وين جروني السلام عليكم جروني خلاب عليهم شوية وينك
المود احنا جاوزنا من جازفنا من خلينا المود على اللافا. اي جراني لوك 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 يا الله اوه ما شاء الله تعبوني رجستون رجتك ولا رجتك تلقروني طلقة ما قاعد تنوخش بقى النبي باوس لك والله انت ده صديق هاي تصميم اللافا يشبه كل شيء بالحياة الا اللافا يعني حسن مرقد فاصولية بايتة محمضة اللافا والله مدري يا جماعة اللافا تخاف من عندي صحيح فهمتيت؟ لا بعد نايم لك صوت جراري ما ادري ايش صوت غريب عايش ايه عايش انه شو قدام وقت صدق ما تعرف شو نسوي بيها كيف تصرف بالباب طلع صوت يمك طلع صوت يمك طلع اي شي ولك هاي سنين قراني what the fuck سنين قراني وقت سنين قراني والله واحدة بالقاوة ذاك عدت تكتب رايح جمدت جيراني وحده يمك قلت ايه والثاني وين انا ميت بلقى دفتها غير تتحلل يلا تطلع الثاني تخاف يطلع كثير من اثنين طلعت انت وين مفتاح لحظه مفتاح لحظه عندك بيقع كم تمسكها لحظه كم اشتي افتح الباب بسرعه افتح الباب افتح الباب ارفع رجلك اصبر خرب ابريتك لا باب مين فتح نحتاج نقطع هذين انت موت نفسك موت نفسك حتى نقدر ناخذ ال هذا وقف خلي ضمن الارتاح بالغرفة ضميتي موت نفسك حتى نقدر نسموه
موت نفسك. موتت نفسك. حتى نقدر ناخذ الصمونة. موتت نفسي. ناخذ قطعة الأوراق ونقطع الأوراق حتى آخر يوم. تخيل ما نختمها على آخر يوم. لا انت ابقى فوق اختل. بس اختل انت ابقى فوق اختل. تجي قراني اختل. اقول لك ايه اختلج وين قراني. جبتك قراني. وين شمرة المفتاح الأحمر؟ اوه قلبي جيراني مصفة شونك. شمرة عندي عدي بيدك؟ ايه اذا ابغى كام شيء من عدي لك تعال حد قتلت لي اقرب حاطي بسرعة لك يا نزلت من نزلت اول ما فتحت الباب ركضت ورا هاي قتلتني. المشكلة شافتني عند ضغط الجو شرباي راح تقتلني. قلت خلي افرد بسرعة. وين بسرعة بسرعة باللحظات الاخيرة. يلا 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 مفتاح قدام. وين ما انا مشيت قدام هاي الغرفة الاولى. خلصت انت؟ المفتاح بسرعة بسرعة. ولك هذا 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 قدامك قدامك قدامك. يلا بسرعة 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 بسرعة. الو كله بزودي. ختمنا جرانيا ولت لأول مرة بالتاريخ ويا بوتو. ليش ما ظاهر اسمي؟ ايه ما تفرج سنونها هاي. يلا يا شباب انتظرونا في فيديو ثاني. مع السلامة. مع السلامة.